خف على نفسك من الشرك، ولو كنت من ديار هي ديار التوحيد. لما؟ لأن أبا واقد الليثي ومن معه إذا كانوا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقد قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا يجب على العالم أن يخاف على نفسه من الشرك.